كنا سعيد وصراحة ها ما نجي شغل حاجة يلعب سك شغل البارح يفدوك أنا عمال من عند الأمير عبد القادر ارفع صوتك من عند الأمير عبد القادر رفضوني وكنت ما كنتش وحدي كنت أنا وسلمان محمد واحد ملتي بازن اسمه واحد يسكن هنا في باب الواد هذاك سلمان محمد دا شغل عملوه بعنصرية كبيرة عنصر ما باسكو عليك قال ما نجيت مشلف قالوا له هذاك قالوا له تا كلب جاي مشلف جاي يدير لنا هنا اللايف جاي يدير التصعيد قال له الدولة مدنية وقاسوا شوية بالكلام وانت وصرانك نعم؟ على بالك كاين اخبار قالوا تحرشوا بيك اي وصر عليك احكي كي رفضوا ما لا ارفع صوتك واحكي نعم لا انا مش انا خايف ولا الدار ما تحشمش الدار ما تخاف الدار ما تحشمش حبوا يغتصبوني حبوا يغتصبوك نعم ماوس سيا وقبل ما نطلع في القلوب فكي كان دايني كان قبل سلمان محمد واحد كان لابس تريكو تاع جياس كما نعرفوش داوهم فرقونا باسكو كانت القلوب الاخرى كانت القلوب في واحده معمره طلعوا فيها واحد وحنا طلعونا ثلاثه وحدنا ما شغل عاملونا كشغل كلام ماشي عيب اللي كانوا في القلوب ماشي كاع اللي كانوا في القلوب اللي كانوا يصوبوا ما عملوناش باحترام هذا واش باسكو علاه ما عملوناش باحترام مدام سي فوتر فيس تفضلي السلام عليكم يا رئيس الجمهوريه يا رئيس العداله في المينير كانز 15 سنه تعداو عليه هادو لا بوليس هادو واش يكون انا دخلت قال لي وليدك مشي وليدك شرعي هادي دوله هذا احنا هذه هي الدوله هذا ضربنا لا تقول ها هذا ضربنا باباه سيدي ضرب على البلاد هكا وصلنا طفل صغير يقول انت ماشي شرعي ها وصبته يدرس فيه متحامين عليه لي زوفيسي ونحى لي البورتاب وقال لي مادام نمشي شويه ندخل قيديك وليدك لوفيسي تاع هنايا ما نعرفوش انا ما نعرفش المظهر مرفض لكم وزير العداله الوزير تاع الشرطه تبو بيدخل في هذه القضية يا نعمر من الحقرة يا نعمر بزاف أنا وليدي أنا نعاني فيه أنا من السبيطارات ضربوه حقروه هو غير شرعي كي يقول لي مشي شرعي يجيب لي كواقطو أنا جبت لي الكواقط أنا جبت الكاني فامي دوك المرة شد بيتي دوك المرة ماشي شرعيين هما اللي ماشي شرعيين راح يحوسوا على ماليهم هذا وليد الرجال وعندهم ماليه ها القاني فامي وها لاقاق ناسيونال ها القاني فامي لا ماشي شرعي ها الجوجمون ها لي سيرتيفيكا تاع طبيب ها هم ها الجوجمون ها هي لا ماشي شرعي وريهولي ضاق الحاجه ها هذه ام فتحي دياو ما عندي ما نقول ما تعقل الفتحي دياو مدام بركه فيك واش عندك تقولي مدام نقولوا تنقصوا احنا مساجين عندكم شجره الزوج خليني هذه لا شوف النكتي شكون حبيات ما نخدمش نهدرك انا ما قلتش حقنا الفعل حقنا ما خرب بينا والو مرة ثانية اللي مرتين في السجن ديروا فينا حالة أنا محقورين البلاد هذه كلاوها ما خرب الدولة هذه ما خرب فينا والو داو ولادنا اختصفوا ولادنا المغرب يدخلونا للديار الحين يدخلونا للديار ما بقاش بزاف يدخلونا للدار الشعب هذا راه بارد السلام عليكم اليوم راه مداو جماعتنا البارح بالسبت اليوم رانا الحد داو جماعتنا ما رانا الحد اليوم ما راناش حابسين حتى يطلقوهم بربي ان شاء الله وماشي غير البارح داو جماعتنا انا داوني من الجامع من التقوى انا نصلي راح نقول الله اكبر طلعوني داوني زيرالدا ما فهمت والو وراو لي تصاوري قالوا لي انا تبعناكم قهوه شرقي حتى لهنا داوني زيرالدا سيدي عبد الله فيشاونا تقول خلات
ومن بعد داونا وسبونا وهانونا وقالوا لنا كلامي يتقال واللي البارح تاني زادوا داو خاوتنا ضربوهم اليوم انا حابسين ولازم الاعتقال يحبس هذا بربي ان شاء الله يحبس وجايبين دوله مدنيه وربي يطلق صرح خاوتنا باذن الله وراه ما حيطلقوهم باذن الله يطلقوهم ما ناش حابس كما طلقوا تجديد والاخرين باذن الله اعتقلونا قتلونا ادونا الحمادة ما راناش حبسين غير الاستقلال ندوه غير الحرية ندوها هذه كل كل ثورة لها ثمن احنا مستعدين ندفعوا الثمن تاع الحرية وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله دائما مع التعسفات القانونية والأمنية في حق الناس تعسفات إلى الآن عائلات الناس المحتجزين ما على بالهمش اصلا وين راهم وش من كوميساريه راهم وهل يقدموهم ولا لا لا هذا التعامل الامني التعامل غير المسؤول غير البشري مع الناس المناضلين المحتجزين وكانهم قطط مشرده وكان الناس هذو ما عندهمش اهاليهم اللي يحوسوا عليهم ويبكوا عليهم انا شفنا امهات المحتجزين اليوم كيفاش راهم يبكوا ما على بالهمش اصلا وين راهم سبحان الله العظيم هذه اللي الجزائر الجديده اللي راهو ينادي بها تبون ينادي بها النظام رانا ولينا أسوأ من كنا من فتره بوتفليقه وحسبنا الله ونعم الوكيل شكرا.